عن كيانك انت، كيانك انت، كيانك انت. اوعى يكون كلب. انا بنت وانت ولد، انا بنت وانت ولد. شايفة حتى في حاجة ناعمة في الاثنين؟ تكبر فوق دماغك. أيوة كده، حط الكبار تاني على ظهرك. لا ما تبقاش كده، هتاكل. امتج. بسم الله الله أكبر. بس الوقفه مش وقفه بطل، وقفه على الظهر نايم سرحان تايه في فجوه. بعد الناس اللي قلبك عقبات ياما ممكن بنت تشتمها ولادك مره، ده مشوار. يعني كنت كان بيكلمك بانفعال شديد جدا. ايوه. كانت ايه، كان ايه اللي حصل؟ كانت رفعة هتجيب لي اول، كنت اول مره اشيلها في البطوله ديت، فوقعت مني ورا، كنت اول مره ارفعها يعني، فهو كان فرحان ان انا عملتها بالشكل ده يعني وتقع مني كده. يعني هو كان بيزعق لك عشان مستخسر ان انت عملتي حاجه كبيره وضيعتها. انا عرفت انه كابتن رمضان الله يرحمه كان يعني كان شديد، بس في نفس الوقت يعني قلبه طيب وبيصالحكوا، يعني بتعتبروه زي اب. يعني هو فعلا هو اب لينا، يعني احنا معظم اللعيبه اللي موجوده هو يعتبر اخدنا واحنا صغيرين خالص، يعني واحنا 7 سنين، فاحنا كنا بنقعد معاه اكتر ما بنقعد مع اهالينا. هو كان بيبقى شديد علينا جدا، وفي نفس الوقت كان بيبقى حنين علينا جدا، يعني عمره ما يعني ما فيش مره لعبنا بطوله هو مش موجود معانا. خلال الرحله حصل واكيد يعني على المستوى الانساني وعلى مستوى صناعه الفيلم انه في النص تقريبا كابتن رمضان توفى. كولي يعني السياق ده في حياتكو والسياق ده في صناعه الفيلم. يعني هما ممكن يبتدوا وانا هقول بقى في الفيلم ده اثر عليا ازاي. لا هو اثر علينا مش في الفيلم بس، هو اثر علينا في حياتنا كلها. يعني كان اثر، هو فعلا مؤثر علينا لحد دلوقتي، مؤثر علينا جامد جدا. حتى احنا المكان احنا بنحاول ان احنا نكمل المشوار بتاعه، بس احنا مش عارفين ناخد الخطوه دي، بس احنا دلوقتي الحمد لله يعني بنفكر فيها وشغالين فيها. يعني معانا كابتن نهله وكابتن نهاد بنحاول نكمل المشوار بتاع الكابتن، بس هو اثر فينا جامد جدا. بس احنا مشكلتنا ما فيش حد يعني من بعد الكابتن يعني قال لنا انتوا فين او انتوا بتعملوا ايه. احنا بنكمل المشوار بتاع ان هو اصلا المكان اللي احنا بنتمرن يعني فيه. يعني انتوا عندكم ازمه حقيقيه في اللعبه بعد وفاه كابتن رمضان، لان هو فعلا هو اللي كان بيتعامل، هو اللي كان بيروح يتكلم مع المسؤولين، كان بيروح يقول لنا انا احنا كل حاجه احنا عايزين بس المكان حد يهتم بيه بس، واحنا شغالين. احنا في لعيبه بنمرنها واللعيبه ديت كلها ابطال. يا اهلا وسهلا، كل البطلات دول معاكم. يا اهلا وسهلا. الساحة. موجودين في الساحة كابتن حليمة وكابتن أمل وكابتن سمر وكابتن هبة
كابتن بوسي كانت بتلعب بس بطلت. كابتن اسراء، كابتن احمد، احمد بطل افريقيا، اهلا أحمد يا كابتن كامل بطل أحمد افريقيا وبطل عالم رابع عالم، وكابتن عبد الرحمن بيلعب معانا برضو مبتدئ معانا بس ما شاء الله عليه يعني عمل بطولات بطوله الجمهوريه. فانتوا ما زلتوا بتتدربوا بس عندكم مشكله في غياب حد يكمل مسيره كابتن رمضان. المسيره بتاعت الكابتن كان المكان اللي احنا بنتمرن فيه كان هو اللي بيعمله، يعني هو كان بيعمل بايده، بيعمل الحاجه، بيشتغل، بيجيب الحاجه من فلوسه، بيعمل كل حاجه. احنا بنحاول ان احنا نكمل المشوار دوت، لكن دلوقتي اولا ما عندناش اصلا حاجات نتمرن بيها، يعني الحديد اللي عندنا الحديد اصلا خلاص يعني بيعتبر اتقطع، هو فعلا اتقطع من الحديد اتكسر، فاحنا بنحاول احنا بنجيب الحاجات ديت. طب احنا بنجهد اتحاد رفع الاثقال، هم عارفين انتوا مالكوش يعني ما لا لا في هم عارفين واحنا يعني احنا لا قصدي انتوا مش انتوا اللي بتتواصلوا مع الاتحاد، قصدي يعني ما تعرفوش التفاصيل دي. لا بنعرف التفاصيل بنتواصل، بس هم المفروض هم شايفين يعني هم عارفين هتواصل معاهم، هم لا هم عارفين ان المكان ده محتاجين حديد فعلا.